البيت يكون ما في مويه، الحين حر الواحد يعطش، انجبر انا والسياره يعني انا تكتبيله قبل لا تنتهي الاغراض نكتب له يجيب له شيء. يقول لي نسيت كل ما كتبت له يقول لي نسيت، اعلمه قبل خلاص انا عرفت عقله وعرفت النسيان عنده، خلاص اقول له المويه قبل لا يخلص المويه، اقول له ترى المويه يعني في علبه عندنا دبه، اقول له خلاص ترى المويه خلص، جيب دبه ثانيه، جيب دبتين ثلاث او حط سته وريح نفسك، يصير خلاص حتى لو انت تبي تروح تسوي اشغالك خلاص الحمد لله البيت يكون كافي. انا ما اتكلم انت الان، انت الان اسعي لعلاجه عن طريق اني اكلم سامي الحمود وجمعيه تبراس، بعدها ان شاء الله راح تتحسن اوضاعك لما تفهمين اكثر واكثر وتفهمين متى انا اطالب بالفلوس واني انا اقدم طلباتي قبل لا تنتهي بفتره. بس الان اسعي لعلاجه عن طريق المراكز اللي قلت لك اياها. اي طيب اسامي الحمود اعرفه، لكن هذه اللي قلتي النبراس هذه، طيب كيف اقنع على يروح؟ كيف انت اتصل عليهم وهم راح يعلمونك الطريقه كيف يعالجونه بطريقه سريه. طيب كيف احصل على رقم الجمعيه؟ اكتبيها بجوجل جمعيه نبراس للمخدرات تطلع لك، تطلع لك تطلع لك ارقامهم. وين في الرياض؟ ما ادري بس اكتبي بجوجل يطلع لك موقعهم، يطلع لك حتى ارقام جوالاتهم والرقم المباشر الثابت حقهم. ايه خلاص سامي الحمود يفتح بث وتكلم معه كيف انا اعالج زوجي بطريقه سريه. بعدها عشان حتى تعرفين كيف حتى تتعاملين معه. لا هو الحمد لله التعامل حتى يعني الحمد لله، هو يقول لامي، هو يقول انا دائما اقول لامي انت بالعكس تعاملك كويس، انا تعاملي معه كويس، بس المره الاخيره حتى هو مصدوم تحسين زي المجروح، شلون سوت لي هذه الحركه يعني اني انا خلاص من ضغطه وانت بكرامه كذا اعطيته، قلت له يعني تفو عليك كذا مجرد كلمه حقت زعله يعني مجمعه كذا انفجرت كذا طلعت مني، بس اني اعتذرت والله اعتذرت ما خليتها يعني. وانا كذا قلت لك عشان كذا قلت لك خليه يعالج، يبدا يرجع هذا الشخص ان شاء الله لطبيعته، تبدي اعرفي كيف تتعاملين معه كرجل واعرفي متى تطلبين الطلبات. واضح؟ واضح. الله يعطيك العافيه امين، الله يجزاك خير. اهلا حياك الله. هلا والله. السلام عليكم. اهلا. عليكم السلام ورحمه الله. يعطيك العافيه، بس انا عندي استشاره زوجيه. انا زوجه ثانيه، زوجي شخصيته مره ضعيفه جدا قدام زوجته الاولى.